اكتشفت النهارده المناقشه المفروض ترد على المواعيد عندنا لما كان صح طبعا ما اخترتش فزنقت فيها فعشان كده اتاخرت على الجروب نص ساعه على الطبيعي ان المواعيد مظبوطه شهر كان في الراوند 9 دي 9 باقي السنه فانا اسف اتاخرت عليكم شويه بص لينا قاعده النهارده ان شاء الله هنبتدي نتكلم على لابس لابس اللي هي منظرها من جوه كده نبص على لابس من جوه بالمنظار او نبص بالمرايه او بالفليكسبل او بالدايركت نبص بيها نعرف ده معناه ايه بنلاقي منظرها من جوه زي ما احنا شايفين كده طيب اللابس دي معموله من ايه اللابس معموله من فريم زي العماره معموله من سكيلتون في سكيلتون عباره عن كارتجز في كارتجز اسمها سنجل كارتج يعني واحد بس في واحد بس في البادي في كارتجز دبل يعني فيهم اثنين رايت وليفت طيب وبعدين لو سيبنا الكارتج دي لوحدها كده حطيناها كده طب ما هتقع فلازم الكارتجز دي تبقى كونكتد ببعضها فالكارتجز دي كونكتد بايه؟ كونكتد بالليجامنتس ومسلز طيب عندنا في فريم لازم تتخيل الاول احنا هناخد ايه؟ ايه لا يعني شكلها ايه كده بشكل عام؟ في فريم كارتريج وبعدين الفريم ده كونكتد بالليجامنت والمصل وطبعا الكارتريج دي مش بير كارتريج لازم تكون لايند ميوكاس ميمبرين يبقى احنا بنتكلم لما نيجي نتكلم عن انتيوفالاريس بنتكلم على اربع حاجات بنتكلم على كارتريج بنتكلم على ليجامنت بنتكلم على مصل بنتكلم على ميوكاس ميمبرين لما نيجي نشرح اللارنج بصفه عامه زي الناس اللي ابتدوا معانا نوست راوند احنا بنتكلم في انف واذن على خمس حاجات على اير على نوز على لارنس على فارنس على اوسوبيكس كل واحده من الخمسه دول بنشرح ايه بنشرح الاول الاناتومي عشان تعرف الاورجان ده شكله ايه وبعدين بنتكلم على الفسيولوجي الاورجان ده بيتكون ازاي بعدين بيشتغل ازاي بعدين في جزء اسمه جزء كلينيكال الجزء الكلينيكال ده بيتضمن سيمتومز وساينز وانفستيجيشن ودي ثابته في كل اورجن المفروض انتوا خلاص كبرتوا بقى دلوقتي وفاهمين في حاجه اسمها الايف سيمتومز في حاجه اسمها الليزر سيمتومز في حاجه اسمها اللارينجال الفارينجال سيمتوم دي ثابته في كل اورجن الاكزامينشن ثابت في كل اورجن ازاي تكزامن ذيس اورجن ايه الانفستيجيشن اللي تعملها وبعدين بنشرح الديزيزز كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميثيلينس يبقى ده المنهج اللي احنا هنتكلم عليه في اللابس. اللارنجال اناتومي الحقيقه صغير مش كبير بس هو ممكن يبقى اصعبهم في التخيل عشان كده انا جايب لك فيه فيلم كده 3 دي وتتخيل الموضوع. يبقى احنا عندنا مش عايزك تحفظ كل المعلومات انا عايزك تركز في المعلومات اللي انا بقولها لك هي دي البيزكس اللي عايز تبقى فاهمها انك احنا عندنا ان عندنا لارنس دي طبعا الاكستنشن بتاعها من سي 3 لسي 6 دي لو فاكرين كان في سؤال مشهور كده في الاناتومي بيجي امبورتانس اوف ليفل اوف سي 6 فاكرين ان اللارنكس بتخلص وبتبتدي التراكيه والفارنكس بيخلص وبتبتدي الاسوفجس وكان في ارتري معدي كده وترانسفيرس بروسس وبتاع فيبقى سي 6 ده بيخلص اللارنكس عشان تبتدي التراكيه وسي 3 ليه؟ هناخد في الفارنكس ان في حاجه اسمها نيزو فارنكس قدام النوز ده قصاد سي 1 واورو فارنس قدام الاورال كافيتي ده 2 و3 يبقى بدايه 3 تبتدي ايه؟ اللارنس 3 سي 3 من اول سي 3 لحد سي 6 ده اللارنس كارتريج ليجامنتس ماسلز ميوكاس ميمبرين طيب الكارتريج عندنا في حاجه اسمها سنجل كارتريج يعني واحد بس اللي هم 3 عندنا الثايرويد وعندنا الكرايكويد وعندنا الايبيدوكس انا ما يهمنيش انك انت تبقى عارف انك تعرف تكتب اناتومي مش هجيب لك اقول لك اناتومي اوف ذا لارنكس لا بس يهمني تبقى عارف شكل الصوره ومجرد الفيجرز اللي عليها ده ايه وده ايه وده ايه الثايرويد دي عباره عن اوبن بوك وهنشوف في الفيلم عليا انا تبقى شكلها كده عليا انا شكلها كده ده الكيلو وده نص كيلو عندنا في النص في حاجه اسمها ثايرويد نوتش اللي بنحسها علينا كلنا
حته دي اسمها الثايرويد بروميننس اللي هي بنسميها ادمز ابلز. عارفين في الناس رفيعين تعبان قوي من شكل محمود ياسين زمان فظيع. تمام. البوستيريور بوردر اللي انا بعمله ده كده اهو، البوستيريور بوردر ده باللونج فوق وتحت، فعندنا فوق حاجه اسمها سوبيريور هور وتحت حاجه اسمها انفيريور هور، طبعا رايت ليفت. تمام. في النص في ثايرويد نوتش واللي رينج البروميننس. خلاص مش محتاجين نعرف اكتر من كده في الثايرويد. طيب هو كل واحده لوحدها سهله، الفكره انك تتخيل العلاقه بينهم وبين بعضها. الثايرويد عامله كده اهو، تحتيها في رينج اللي هي الكرايكويد اللي هي الاونلي كومبليت رينج في الريسبيراتوري تراك. خلي بالك لان الثايرويد مش كامله من ورا، والتراكيه فاكرين كان فيها كارتيلاج رينج لكن رينجز لكن ديفيشنت بوستيريورلي، فالاونلي كارتيلاج راوند اول راوند هي الايه؟ الكرايكويد. الكرايكويد زي السيجنت رينج زي الخاتم. عندنا من قدام نارو، نارو بوستيريور ارش، من ورا وايت اللي هي الوايت بوستيريور لامينا. تمام. طبعا دي الاوبننج بتاعتها من فوق، فيها فاسيت هنا اهو علشان الارتكيوليشن بتاع الانفيريور ثايرويد هون. يبقى سجن ترينك قدام نارو من ورا وايت بتارتكوليت مع الانفيريور هون اوف ثايرويد. ازاي؟ زي الكوبايه دي كده اهو. لو انا جبت الكوبايه دي وحطيتها كده اهو، حطيت جبت اهو الثايرويد كده اهو، الكريكويد تحتيه، وفي كده اهو تبقى شكلها احسن. تمام. وادي الكريكويد الهورن ده جاي كده اهو ارتكوليتنج هنا، شايفينها؟ طيب فوق بقى الحته البوستيرور دي، الحته دي لسه في كارتيج تاني هنحط، بس هنتكلم نخلص السنجل. ثالث واحد في السنجل هو الايبيجلوتس اللي هو ما يبانش اكتر من قدام، يبان فروم بوستيريور. فالرسمه دي جايه ازاي؟ انا باصص من ورا. لو الثايرويد كده اهو انا لافف باصص من ورا، يبقى عليا انا تبقى كده اهو، تبقى الثايرويد كده. وادي الكرايكويد ده الوايد بوستيريور لامينا اهي. فروم ذا انر سيرفيس اوف ذا ثايرويد يعني من هنا بس من جوه بتوريجينيت الايبيجلوتس اللي هي عباره عن فايبر كارتج، فليها بوستيريور سيرفيس ناحيه اللارينكس وليها انتيريور سيرفيس ناحيه ايه بقى؟ يبقى ايه قدام في التانك؟ فده اسمه لينجوال سيرفيس وده اسمه لارينجال سيرفيس. تمام؟ وهي اتاتشد للبوستيريور بارت للانر سيرفيس اوف ذا ثايرويد. تمام؟ او ثايرويد بروميننس من جوه من هنا اللي بنروح الصلاه كده. عشان نشوفها كويس كلها نشوفها من ورا. يبقى احنا اتكلمنا وصفنا الثري لارينجال كارتج سنجل كارتج، عندنا ثايرويد وعندنا كرايكويد وعندنا ايبيجلوتس. الثري دبلز لحسن الحظ ان احنا في اثنين مش مهمين، يبقى هي واحده بس المهمه هي الارتينويد. الارتينويد دي ازاي؟ الارتينويد دي ريستنج اون ذا ابر سيرفيس اوف ذا كرايكويد. فيبقى لو جبنا الاثنين دول بتوع كوبايه الشاي دول وشلناهم كده، يبقى الثايرويد انتوا شايفين البتاع دي كده؟ احنا هنشوف فيلم دلوقتي. الثايرويد كده اهو، تمام؟ ارتكوليتنج البوستيريور بورد. لما نيجي من ورا بقى لو حطينا الثايرويد كده اهو، يبقى الثايرويد كده وهنا اهو، دي 1 اريتونويد و1 اريتونويد اللي هم باينين في الصوره فروم بيهايند، اللي هم باينين هنا اهو، اللي هم دول عباره عن تو بيراميدز او تو بيراميدال شيب كاستس، اهمهم اللي هي الاريتينويد تو دبل اللي هم دول. شكل البيراميد ليهم بروسس من فوق وليهم بروس انفيريور، يعني لو شفنا الاريتونيد من فوق هيطلع شكلها كده اهو. احنا شايفين اللامس فروم اباف،
بروسس انتيريور ده اللي ماسك فيه البوكال ليجامنت او البوكال كورد اللي هنتكلم عليه بعد كده، وفي بروسس هنا ماسك فيه البصل اسمه الماسكولار بروس. والهيتويد نفسها ريستنج هنا اهو كده على الكريبويد كده ريستنج عليها فبتلف عليها كده، يعني الكريبويد كده اهو والارتونويد كده بيراميد بتلف الجوينت كده بيلف. هنشوف الكلام ده احسن في الفيلم. لكن البيرد كارتريج او كارتريج الثلاثه اللي يهمونا قوي اللي يهمنا منهم الاريتونويد، التانيين حاجه اسمها كورنيكوليت وكونيفورم ما يهموناش قوي لان عباره عن حتت صغيره كده موجوده فوق الاريتونويد. يعني ده بيراميد واحده كده وواحده كده، لو سمنا الاريتونويد بالجنب بقى هتبقى كده اهو، تبقى واحده هنا وواحده هنا مش مهم انساهم دول خالص. لكن الاريتينويد مهمه عشان تبقى عشان الاريتينويد دي اللي بتحرك البوكال كورد. تمام لحد هنا على فكره مفيش لخبطه، اللخبطه جايه بعد كده. الكارسيس دي مفهومه خلاص تتخيلها، خلاص تتخيل ان المنظر من قدام شكله كده اهو والمنظر من ورا شكله كده اهو، خلاص دول الثلاثه اهو الاريتينويد والثيرويد والكرايكويد. طيب نيجي بعد كده بقى على الليجامنتس. الليجامنتس والممبرنز اللي هي ماسكه الحاجات دي ببعضيها. تمام؟ لو شفنا الصوره اللي من الجنب كده، الكلام ده المفروض انتوا فاكرينه في الاناتومي. دي ثيرويد ودي كرايكويد، وبعدين في الهورن هو ارتكريتنج مع الكرايكويد. خلي بالك ان الهيويد اتس نوت ابارت اوف ذا لارنكس، مش جزء من اللارنكس. لكن كونكتد بيها. ولما بنشيل اللارنكس بنشيل الهيود معاه. لما يعني بنيجي نشيل اللارنكس بنشيل الهيود معاه. دي الليجامنتس سهل قوي. من الثيرويد للهيويد هيسموه ثيروهيود. مش محتاج عبقري. من الكريكويد للثيرويد اسمه كريكوثيرويد. من الكريكويد للتراكية اسمه كريكوتراكية. فدول سهلين. دول ماسكين حاجة كل واحدة ماسكة في اللي تحتيها. تمام؟ ففي ليجامنتس من اسمها باين الكريكوثيرويد والثيروهيويد والكريكوتراكيا والسهلين. طيب الابيجلوتس دي اللي يخليها ما تقعش كده تقفل اللارنكس، ما لازم حاجه ماسكاها من قدام. ففي واحد اسمه ثيرو ابيجلوت ومسكوكة من فوق في الطنج بحاجة اسمها جلوسو بلوت. تمام؟ يبقى عندنا كام واحد؟ نرجع تاني. عندنا كريكوثيرويد. في ثلاثة سهلين قوي بالرسم. الثيروهيويد والكريكوثيرويد والكريكوتراكيا، دول سهلين قوي، الثلاثة دول ما فيهمش مشاكل. وفي اثنين ماسكين الإبيجلوتس. واحد ماسك الإبيجلوتس بالثيرويد وواحد ماسك الإبيجلوتس بالهيويد عشان ما توقعش تاني. تمام؟ بالمناسبة عشان تحفظوا أسامي الليجامنت، يعني اللي وصل بين الكريكويد والتراكية اسمه كريكوتراكية ولا تراكية وكريكويد؟ دايماً لو في حاجتين، حاجة فيها دي وحاجة ما فيهاش دي، اللي فيها دي تبقى في الأول. تاني، الكريكويد والتراكية، مين فيهم اللي فيها دي؟ يبقى كريكو تراكية. طيب، الثيرويد والبيجلوتس، مين فيهم اللي فيها دي؟ يبقى اسمه ثيرو بيجلوت. الهيود والبيجلوتس، مين فيها دي؟ يبقى اسمه هاوي بيجلوت. طبعا لو الاثنين فيهم دي اللي انت هربتها بقى. ما هو الهيويد والثيرويد الاثنين فيهم دي؟ ثايرو هيويد. اسمه ثايرو هيويد وكريكو ثايرويد. يعني ده اللي تعرفها، ده اللي تحفظها. تمام؟ اوكي. دول برضو المفروض انهم سهلين. اول حته غير سهل السطر ده. اللي هي اللي اسمها الانترنسك ليجامنت. دول كلهم شايفينهم من بره. يعني دول كلهم لما تيجي تبص على الرسمه تاني كده اهو. اهو ماشي يعني الليجامنت اهو ماشي يعني. الثيرو هيرويد والكريكو ثيرويد والكريكو تراكيا لو كملنا التراكيا هنا والهيود هتبقى جايه من هنا عندنا كده اهو. الطرف بتاعها اهو لو جاي من هنا هتبقى فيه اللوكس سوري اللوكس هنا اهو. تمام؟ سايرو بلوكتك وهيو بلوكتك ماسكين الجزء ما توقعش. في بقى حاجه اسمها انترنسك ليجامنت، ليجامنت جوه اللارنكس.
اللي هم انهي بقى الانترنسك ليجامنت دول اللي هم دول. هي بقى الرسمه دي هي دي، فهمت الرسمه دي؟ فهمت الاعداد كويس قوي. ما فهمتهاش وتلخبط هتتلخبط في الاعداد وبالكل. بعد كده بخلصها. طيب دي احنا عارفينها، بنرجعها تاني. ادي الثايرويد ماشي، وادي الكريكو ثايرويد، وادي الكريكو تراكيال. ده كريكو تراكيال تمام، طبعا دي تراكيال مش محتاجه عبقريه. ايه بقى موضوع الانترنسك ليجامنت دول؟ الرسمه دي عباره عن ايه؟ الرسمه دي عباره عن ان احنا، وبعديها على طول هنشوف الفيلم 3 دي عشان نتخيل، ان احنا جايبين اللي احنا شفناها من قدام عليا تبقى كده اهو، في الكويت تحتينا زي ما عملنا الكوبايه، من ورا تبقى شكلها كده اهو. طب وبعدين؟ لا احنا واخدين بقى المقطع واخدينه كده اهو زي الشكل من الجنب بقى. لو شلنا النص، لو خدنا سكشن بالجنب هتبقى شكلها ايه؟ هتبان معانا الكليفويد اهي، كل الثايرويد احنا شايلينها مش فاضل غير حتى اللي قدام بس، والانيتينويد باين هنا بقى كويس اهي عشان احنا سيبنا الثايرويد مخبيه عليه، فاحنا كده شلنا الثايرويد اللي في الجنب بس، شلنا حته الانتيريور منه. وادي الليبيجلوتس زي ما هو، والليبيجلوتس ده ماسك الثايرويد هنا ليجامنت اللي عامل هو الثايرويد بلوك اوتوماتيك في الهيويد بقى هيويد بلوك. في ليجامنت ماشي منين؟ من اول الهيويد واخد مع الهيويد كده لحد الاريتوبان اللي هو كل البتاع ده. في ليجامنت جاي من السوبيرور سيرفر بتاع الكيلكويد لحد هنا. الليجامنت ده الحته اللي فوق فيه تخينه، عامل زي الستاره اللي ليها ايدج كده. الحته التخينه دي هي دي الفوكال ليجامنت. تاني احنا دايما بنرسم الكورد بنرسمه خط. لا هو الحقيقه مش خط، هو مش خط، هو عباره عن ايه؟ عباره عن شيت كده ليجامنت الحته الاخيره فيه تخينه سيكلينج في الليجامنت ده، ومتغطي بميوكاس ميمبرين. علشان كده لما بتيجي ترسم من الجنب بتروح رسمه كده اهو، هو عباره عن فولد مش حبل. لو قصته يقع يعني فوكال كورد ده، الناس فاكره دايما ايه ان هو ده حبل عامل زي ده كده، لا هو مش زي ده خالص. هو الفوكال ليجامنت اللي زي ده في واحد كده، او يعني خلينا في فوكال ليجامنت كده وفوكال ليجامنت كده. الفوكال ليجامنت ده نفسه عباره عن ايه؟ عباره عن السيكلينج اللي هو في اخر الليجامنت ده اللي تحت اسمه كونس الاستكس، وفي واحد فوقه تاني اسمه الفورس كورد عباره عن السيكلينج اللي في اخر الليجامنت اللي فوق اللي اسمه كوادرانجولا ليجامنت. لما تيجي بقى تحط ده كده اهو، يبقى انت لو شلت الميوكوزا وبصيت على ده مش هتلاقيه كده، لا ده هتلاقيه كده ليجامنت واخره ايه؟ سيكلينج. هو منظره فعلا كده، بس انت مش شايف ده، انت شايفه تحت ايه؟ الميوكوزا كمان، الميوكوزا عامله كده، فهو عباره عن فولد. الفولد ده بقى متكون من ايه؟ متكون من ميوكوزا تحتيها الليجامنت اللي هو الليجامنت ده اللي هو ماشي كده بقى، ده السكرنج بتاعه. لو ده لو رسمناهم صح يبقى في واحد ترو وواحد فولس. لو نيجي نرسم الدايم سكيلز سكس هنرسمها كده اهو، ادي الترو وادي الفولس، ادي طبعا ده الترو ده الفولس يعني الفولس اللي فوق ده عباره عن ليجامنت كده وده السيكلنج اللي اخره، وده ليجامنت كده وده السيكلنج، ده ليجامنت كده وده السيكلنج اللي فيه. فالفولد ده كله اسمه ايه؟ الفوكال فولد. طبعا يعني افرض انت مش عايز تفهم مش مهم، بس الكلام ده يعني مش ممكن تفهم التفاصيل دي، بس الكلام ده هيتوقف عليه حاجات بعد كده ممكن تلخبطك لو انت ما فهمتش الحته دي، لكن ممكن تتناقش خالص. لما نيجي بقى بص الرسمه دي
الليجامنت اهو اللي تحت، ودي الليجامنت اللي فوق. تمام، الليجامنت اللي فوق ده اللي ماشي من الجلوكس الكلينويد، والليجامنت اللي تحت اللي ماشي بين ماشي من الكلينويد لحد فوق اخره سيكلينج اللي هو البوكال، اللي هو البوكال ليجامنت. البوكال ده اللي فوق ده اسمه الكوادرانجولار ليجامنت، اللي تحت ده اسمه الكونس الاستيكس. الجزء التحتاني في الكوادرانجولار ليجامنت عامل الفولس سيكلينج، ده عامل الفولس بوكال ليجامنت. الجزء الفوقاني في الكونس الاستيكس عامل الترو بوكال ليجامنت. تمام، فالمنظر بتاع اللارنكس لما تيجي بقى بص، ادي بقى المنظر اهو. او بعدين هتجيب بقى الميوكس ميمبرين تروح منزله زي ما تكون سبت ملايه كده تنزل. لو جبت ملايه وحطيتها كده الحته العاليه دي، الملايه هتغطيها، وبعدين تلاقي حته واطيه كده تروح مرفوعه تاني، وبعدين تروح معطيه الحته العاليه تاني. فبين كل حته وعاليه حته عاليه هيطلع هيبقى في فولد. عشان كده بقى لما تيجي تبص على اللارنكس من جوه هتشوف ايه بقى؟ بص بقى، بتبص على اللارنكس من جوه هتشوف الايدج ده، الميوكوس ميمبرين جوه هنا وجوه وبره هنا، في حته كده مبني عليها. فده اللي بنسميه ايه؟ ده اللي بنسميه بقى اهو اللي بين الجلوتس واللي بين ايه؟ الاريتينويد. فاسمه اريتينويد بجلوتس، يبقى انا هيتقال الاول اسمه اري بجلوتيك فولد. ما خلاص الميوكوس ميمبرين بقى لو انت فهمت دي هتفهم بقى التنايات جايه ازاي. ما هو الميوكوس ميمبرين دي الفولد دي جايه ازاي؟ هو ليجامنت لما يكون ليجامنت كده اهو حاجه عاليه كده، فالميوكوزا تروح جايه عليها، وبعدين حاجه عاليه تاني تروح الميوكوزا نازله وطالعه تاني. فبين الحد الحته العاليه دي الحته العاليه دي اسمه ايه؟ فولد. فهنا عندنا حته عاليه اللي هي البلوكس، وهنا حته عاليه اسمها الالتينويد، فاسمه ده اللي اسمه ايه؟ قريب البلوكتيك فولد. طيب مش احنا قلنا في ليجامنت ماسك من الثيرويد البلوكس ده مسكوه قدام، ففي حتت عاليه، هتلاقي في حاجه اسمها ثايرويد بلوتك فولد اللي هم بيطلعوا اللي هم واحد ميديان وتو لاترال، فبينهم حفره اسمها الفاليكولا. فاكرين الفاليكولا دي؟ نبص على الرسمه ثانيه عشان نقرا الكلام، نبص على الرسمه ونشوف الفيلم هتلاقوا الدنيا سهله. طيب تاني خلينا ماشي بالترتيب، احنا لحد هنا احنا وصلنا لحد هنا في الكلام. ركز معايا كده شوف انت لحد ايه، لحد فين احنا فاهمين وحد فين متلخبطين. السوبيلوري كوادرانجولار ليجامنت بتويل ذا لاترال ان اوف ذا ابيجلوتس اند اريتونويد، خلاص ده قلناه صح كده اهو ده تمام كده. انفيريولي الكونس الاستيكس اللي هو ماشي من الكريكويد لحد البوكال ليجامنت. تمام لحد كده في اي لخبطه؟ مفيش. طيب يبقى كده خلصنا. خلي بالك خلصنا الكارتجز وخلصنا الليجامنتس. تمام ناقص لنا الفولدز. الفولدز بقى اللي هم ايه؟ عندنا واحد اسمه بوكال فولد، واحد اسمه فيتريكولار فولد، واحد اسمه قريب جلوتيك فولد، واحد اسمه جلوس جلوتيك فولد. كلهم قلناهم ازاي؟ البوكال فولد اللي هو قلنا عليه كفرنج البوكال ليجامنت اللي هو ده البوكال ليجامنت، ده البوكال فولد اللي هو كفرنج ليه. تمام البوكال ليجامنت بقى اللي هو ماسك فين؟ ما احنا قلناه اللي هو ده اللي هو ماسك فين؟ اهو اللي هو اخر ده تاني اهو الرسمه اللي فوق اهو هو ده البوكال ليجامنت. ده ماسك فين؟ ماسك بين البوكال جروس بتاع الالتينويد والانر سيرفس بتاع السيروم. ويبقى الميوكوزا الفورد المغطية اسمه ايه؟ ترو بوكال فورد. الفولس هو فوقيه اللي هو مغطي الفنتريك اللي بنسميه الفورس فور او الفنتريكولار فور او الفنتريكولار اللي هو ماسك منين؟ ماسك برضه من الاريتينويد لحد الابيكلوكس. تمام الاريتينويد فور اللي هو ده اللي هو قلنا عليه اللي هو مغطي الحته اللي فوق بقى دي اللي هو بين الاريتينويد والابيكلوكس. اخر حاجه الجروس ابيكلوكس فور اللي هو فيه ليجامنت ماسكه الابيكلوكس بالتانجو قدام، يعني المنظر كده اهو البيروتس كده اهو والتانج هنا، ففي ليجامنت ماسكاهم كده واحد في النص واثنين في الجناب. ففي ميوكوزا في النص اللي هي اسمها
البلوس البلوك فوق اللي هي بقى. بصوا نرجع للرسمه تاني بقى اللي احنا شفناها في الاول خالص دي. ايه بقى دي؟ بصوا المنظر كان احسن شويه. دي البيجلوبس باينه من جوه، ودول الاريتينويد اللي هم عاليين. بين الاريتينويد والبيجلوبس في فولد اهو، هو باين هنا احسن قوي. هو ده ادي الاريتينويد ده البيجلوبس اهو الجنب ده، ده اسمه الاريتينويد فولد. وادي الناحيه الثانيه الاريتينويد فولد. بين الابروتش والطنج في فولد اسمه بينجر ولاترال اللي هو بينهم البليكولا، دول مش مهمين. الابيض ده الميوكوزا اللي مغطيه الفوكال ليجامنت اللي اسمها ترو فوكال فولد، والاحمر اللي فوقيه ده البلج اللي فوقيه الميوكوزا اللي مغطيه الفنتريجولار ليجامنت اللي اسمه الفورس فوكال فولد. وبينهم هنا باين سليت اسود كده اللي هو احنا بنرسمه هنا حته داخله الجمله اللي هو اسمه الفنتريك، الحته اللي داخله الجمله. يبقى احنا جت ازاي بقى الرسمه اللي بنرسمها دي او الشكل بتاع اللابس اللي احنا بنجيبه على طول هنا ده جه من كده؟ ان احنا عندنا تاني قبل ما نشوف الفيلم عندنا كارترج ثلاثه سنجل وثلاثه دبل. السنجل اول واحد اسمه ثايرويد، تاني كريكويد، الثالث بيجلوبس. الدبل الاثنين اللي هيمونا اسمهم ايه؟ اريتينويدز. ماشي. عندنا ليجامنتس، في ليجامنتس بره دول سهلين قوي. الكريكويد ماسك في الثايرويد، والثايرويد ماسك في ماسك في الهيويد، والكريكويد ماسك في التراكيل. ماشي، دول حسب اسمائهم. والابيجلوتس ماسك في الثايرويد وماسك في الهيويد. ماشي، دول اللي بره. اللي جوه اللي يهموني بقى هم دول اللي قلنا عليهم، اللي هم الكوادرانجولا اللي فوق والكونس الاستيكس. ماشي، ممكن دي اسمهم ايه؟ ده اسمه ايه ده؟ قلنا تاني كوادرانجولا ليجامنت، وده اسمه ايه؟ كونس الاستيكس. تاني ده اسمه ايه؟ كوادرانجولا، ده اسمه كونس الاستيكس. الجزء التحتاني في الكوادرانجولر عامل الفورس كورد، والجزء الفوقاني في الكورس الاستيكس عامل ايه؟ الترو كورد. لما نحط بقى الميوكوزا على الكلام ده كله، نلاين الكلام ده بالميوكوزا، هيبقى عندنا الميوكوزا الفولد، الترو كورد عليه ميوكوزا اسمها ترو فولد، الفورس متغطي بالميوكوزا فيعمل ميوكوزا الفولد اسمه الفورس فولد، الابيجلوتس والاريتونيتس اسمه ابيجلوتك فولد، والابيجلوتس في التانك دول الميوكوزا الفولد اللي بتعمل الفيليكو. طيب نشوف بقى فيلم كده عشان نتخيل الكلام ده. ده فيلم 3 دي حلو كده هيعجبكم. تتخيل المنظر بس، مش مهم الصوت قوي، انا هحاول على لكم اعلى حاجه. مش مهم الصوت. دي الثايرويد ودي الكريكويد ودي التراكيا. بصوا بقى لما بنلف، هو ده انا جايبه عشان كده. المنظر من ورا بتلف، ده الفارس مالناش دعوه بيه. هو ابتدى هنا بقى يتكلم على الفانكشن اوف ذا لانكس اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده، ان هي بتفتح عشان تعدي الهواء. خد نفس. ان هي بتفتح برش عشان اعمل الصوت. اهم حاجه انها بتقفل عشان ما تعديش الاكل. خلي بالك، بتفتح تعدي الهواء، بتفتح وتقفل عشان الصوت، بتقفل عشان ما تعديش الاكل. طبعا هو هنا مش بيتكلم سيستماتيك، بس احنا بنشوف الفيلم عشان نشوف لما بنلف المنظر شكله ايه من ورا. هو الفيلم 4 دقايق ولا حاجه. هو هنا بيتكلم عن الليجامنت ده اسمه بين الثايرويد والكريكويد اسمه كيلكو ثايرويد، وبين الثايرويد والهيرويد اسمه ثايرو هيرويد ليجامنت. نفس الصوت مش عارف اعليها كده، بس نفس الكلام اللي احنا قلناه. 3 كارترج 3 سنجل، 6 كارترج 3 سنجل و3 دبل. بس عايز تتخيل المنظر ده، هو ده اللي يهمني.
تحط الهيويد نتكلم عن السايبا هيويد ميمبرين الحاجات اللي بنبني بقى الماسلز تاني نحط بقى الماسلز لسه الرسمه دي ما فيهاش ماسلز خالص ما كناش شفنا على الماسلز الماسلز لسه هنتكلم عليها بعدين انا مش هبني الماسلز دلوقتي انا هبني تشوف انا ابتدينا نحط الجلوكوس شلنا الثايرويد خالص زي ما المنظر اهو ادي الاريكينويد ريستنج على الكريكويد وادي الفوكال ليجامنت ده الاريكينويد والكريكويد دول ما يهمونيش نتكلم على زي وقت الاكل ان الاكل بينزل البلوك دي تقفل كده اهو ترجع عشان تروح مع البق دايركت بالفود من البقر الكافي لحد الهايبوفارنكس ده وما ينزلش فين في اللابس دي وظيفه مهمه قوي من وظايف اللابس من برضو تاني المنظر لما بنلف ده المنظر ده اللي عايزه ده دي فايده الفيلم يعني هو 3 دي فبيلف ادي الثايرويد وادي الجلوكوس لما بيلف من ورا تشوف الاريتينويد تشوف الكريكويد تشوف الاريتينويد بيرجع تاني يوصف الثايرويد ده مش مهم خلاص احنا عارفين الكلام ده بس عايزك تتخيل المنظر التخيل ده انت ممكن تنساه بعد كده واحنا بنتكلم في الديزيز وممكن ما يهمكش قوي لكن عشان تبقى فاهم الدنيا يعني. الحاجات المهمة. برضه انا يهمني من عشان تشوف تتخيل الدنيا من ورا شكلها ايه؟ ده البنزر الثايرويد اهي. ارتكوليتنج مع الكريكويد. والاريتينويد ريستنج عليها واللي قدام ده هنا جايب المنظر من قدام قدام بعد ما هو شايل الثايرويد طبعا البوكا ليجمنت ده جاي كده يعني بس طبعا مش هو مش باين جاي كده جاي كده والاريتينويد دي بتلف طب ما تلف وتحرك البوكا ليجمنت هيقفل ويفتح هنتكلم بقى بيقفل ويفتح ازاي والكلام ده مش يعني مش 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 موضوعنا دلوقتي هنشوف افلام كتير قوي للديزيز بقى واحنا داخلين جوه اللابس هيبقى المنظر ايه هنفوت بقى شويه الاناتومي دول مش مهمين هنقولهم بعد كده ونبتدي نتكلم على الفانكشنز والكلينيكال عشان نتفرج بقى على حاجات حلوه نشوف ديزيز تمام اهم وظيفه لللارنكس خلي بالك اهم وظيفه لللارنكس دي بتيجي على فكره كتير قوي في الام اس كيو هي البروتكشن انها تمنع الاسبيريشن اهم وظيفه لللارنكس مش انها تعدي الهواء طب ما هو لو ربنا عايز اللارنكس تعدي الهواء ما كان يعمل فتحه ليه شوفوا عمالين ناخد كلام وانتوا تحسوا وانتوا حاسين ايه الكلام الغريب اللي عمالين يعملوه كارترجز ومواصلز وليجامنتس مش عارف ايه طب ليه الدنيا معقده كده ما هي لو هتعدي الهواء بس ما كنا نعمل مشوره وخلاص لا لان اهم وظيفه هي الاير واي بروتكشن ان احنا في ثلاثه سكنترز بيقفلوا الفولس كورد بيقفلوا والترو كورد بيقفلوا والاريير الروتيك فولس بيقفلوا فاكرين الغريب الروت فولز اللي عاملين كده دول؟ فدول بيقفلوا تحتيهم دول بيقفلوا تحتيهم دول بيقفلوا كل ده بيمنع الاسبريشن نمره اثنين اللي شفناها في الفيلم لارنجال اليفيشن اللارنكس بتطلع لفوق هتقولي طب وبعدين عشان لما اللارنكس تطلع لفوق البجلوكس تنام عليها تروح دايركتنج الفود بوستيريور نمره ثلاث الريفلكس كاف لما حاجه تنزل في اللارنكس ما انت بتكح تطلعها فده بروتكشن نمره اربعه الريفلكس انهبيشن اوف اسبيريشن دورنج سوالو يعني ايه؟
يعني وانت بتشرب ما ينفعش وانت بتشرب جرب كده وانت بتشرب تعمل كده مش ممكن لان ربنا عامل حاجه ان وانت بتشرب بيحصل ريفلكس انهيبيشن ريسبيريشن عشان ما تفتحش البوكر كورد فتشرب يبقى دي وظيفه مهمه قوي اول وظيفه هي البروتكشن ثاني وظيفه طبعا الكونيشن خلي بالك انت الصوت بتطلعه وانت قافل الكورد بص كده لما اخد نفس ما اعرفش اطلع صوت لان كده بعمل ايه في البوكر كورد بفتحهم دي اسمها ايه اناتوميكال ابدكشن لسه هنتكلم بقى هنيجي مره نتكلم ايه اللي بيعمل ابدكشن وايه اللي يعمل ابدكشن نتكلم على الكلام ده بعد عشان ما بقاش اول محاضره فيها حاجات كتير غلسه فانا بعمل ابدكشن اهو انا بفتح اللاركس لكن علشان اطلع صوت لازم اعمل ابدكشن كده بقربهم وبفايبريت عشان كده ما ينفعش تاخد نفس وتطلع صوت عشان كده لو حصل باراليسز والفوكال كورد الاثنين مفتوحين هيبقى الصوت حلو هيبقى نفس حلو لكن مفيش والمصيبه ان العين هيشرق من هيموت من الشرق طب لو حصل باراليسز والفوكال كورد الاثنين مقفولين هيبقى مفيش نفس هيتخنق لكن الصوت هيبقى معقول عادي هيطلع صوت تمام الوظيفه الرابعه فيكسيشن دورنج ستريلينج طبعا دي حاجه ما تستهونوش بيها انك لما تيجي تشيل حاجه تقيله لازم تروح قافل اللارنكس عشان تعرف تعمل ستريلينج دي مهمه في الفيميل دورنج ليبر مهمه في الناس اللي بترفع رفع الاثقال يعني ما ينفعش هو بيرفع ياخد نفس ما ينفعش عشان تشغل كل الماسلز الشيست ماسل لازم تفكس لازم تروح قافل اللارنكس الكلام بقى اللي احنا ايه الكلام الحلو الظريف العيان اللي عنده اي مشكله في اللارنكس هيشتكي من ايه احنا عارفين العيان اللي عنده اي مشكله في الاير بيشتكي من حاجه من سته ديفلستيتس بين دشارج بالتايكوبيشيا يعني في الراوند خدنا العيان عنده اي مشكله في النوز بيشتكي هيدر اوبستراكشن دشارج ستاكسس هيديك ابيفرا ريزلتون سميل ديس اوردر خلاص محفوظين سنيزي وخلاص محفوظين فانت لازم تبقى عارف اللي عنده مشكله في اللارنكس وخلي بالك بنحط معاها الفارنكس كمان مفيش حاجه مخصوصه للفارنكس طب هيشتكي من ايه طيب دايما زي ما قلت لكم في النوز تشوف النوز وظيفتها ايه عكس الوظيفه هي السمت طيب هو اللارنكس وظيفتها ايه انها تطلع صوت يبقى لو حصل مشكله هيحصل حاجه اسمها تشينج اوف فويس اللي اسمها هورسز العيان يجي يقول لك انا صوتي متغير دي اسمها هورسز طيب اللارنكس وظيفتها انها تعدي الهواء لو حصل مشكله الهواء العيان مش هيعرف ياخد نفسه كويس دي اسمها ديسمي لو بياخد نفسه بصوت اوريكم افلام يعني بياخد كده اللي هي نويز بريسنج ده اسمه سترايدو سترايدو دي سيمبتومز ولا ساين طيب خلي بالك احنا بنحطها كده يعني مجازا مع المانيفستيشن تلاقي دايما مكتوبه سيمبتوم سترايدو لا سترايدو دي مفروض ساين غير لو الام بتشتكي على البيبي ليه صوت يعني الام ممكن تقول لما دي الام تيجي تقول ابني نفسه ليه صوت في الحاجات الكونجنتال زي ما هوريكم في الافلام دي ساعتها تبقى ايه تبقى سيمبتوم لكن المفروض لكن احنا بنحطهم مع بعض كده سترايدو وديسنيا مع بعض لكن المفروض السيمبتوم هي الديسنيا يعني بيقول انا مش قادر اخد نفس ممكن يبقى في بين يا اما لوكال يا اما ريتيرد الايد الونج الارنولد نيرف هناخد بعد كده في النيرف سبلاي هنعرف ان اللانج سبلاي بالفيجاس في برانش بالفيجاس اسمه الارنولد فممكن يحصل والاكسترنال اي سبلاي بالفيجاس عشان كده ممكن يحصل ريفيرد بين ممكن يحصل ديسفيجيا لان الاكل بيعدي عليه بالبوكس اي مشكله في اللانج ممكن تعمل ديسفيجيا ممكن يحصل تشوكينج اللي هي تشوكينج دي اللي هي الاسبيريشن الاسم العلمي ليها الاسبيريشن الشك التشوكينج ده العيان بيقول انا بشرق يعني كلمه بشرق دي بالانجليزي اسمها تشوكينج الاسم الطبي ليها الاسبيريشن ان الاكل بينزل بين البوكال كورس ممكن عين يشتكي من السوالج ان في بقى كلكيه في رقبته تمام طيب لما اجي افحص العيان اللابس دي جوه يعني النوز النوز باينه لي هي على الاقل في الاوركل بره في الكنال بحط لكن اللانس جوه انا مش شايف فالاكسترنال اكزامينشن بتاعنا بس بشوفها من بره اشوفها من بره ادور على ايه يعني ابص على الشكل بقى ممكن الاقي مثلا يعني الان عنده سكار عنده سويلنج
تمام؟ زي مثلا يعني يعني انت لما تشوف العند ده لازم هتعرف ان ده عامل تراكيوستومي. عيان عامل تراكيوستومي تمام؟ فتحه خرب في اللارنكس. ممكن تلاقي عيان في سكار من بره، ممكن تلاقي فيه سويلنج. السويلنج ده ممكن يبقى تيومر او ليمف نود، فدي حاجات تهمك. طيب هتبتدي بقى تحط ايدك علشان تشوف هل في تندنس ولا لا؟ هل في ممكن لو لارنكس مكسوره يبقى في حاجه اسمها كريبتس زي النوز؟ يعني طبعا جرير قوي. لو اللارنكس مكسوره وفي هواء طالع تحت الجلد هتحس كده حاجه اسمها كريبيتيشن. ولو حركت اللارنكس كده اهو، جرب حرك اللارنكس كده اهو، هتحس بطقطقه. ليه؟ لان اللارنكس دي كارترج، وفاكرين في الفيلم كان وراها الفوكال الفيرتيبرا كولن، فهتحس زي ما تكون كده بتخبط صوابعك في بعض، لان الحاجه اللي بينهم وهي الفارنكس ده كولابس. لو ما حسيتش الاحساس ده نشك بقى ان الفارنكس ده وارم، في تيومر، في ابسس. فدي اسمها المور ساين او لارينجال كليك، ان سايد واي موفد اوف ذا لارنكس هتحس كده كليك. انت ممكن تحس تعملها على نفسك وممكن تعملها على العيان. كل ده بنعمله بالبالبيشن، لكن كل ده خلي بالك انت ما بصيتش ما شفتش جوه اللارنكس. البالبيشن ممكن نحس عاطل لارنكس، قلنا كريبتس كريبتيشن المور ساين، كل ده احنا ما شفناش جوه اللارنكس. طب عايزين نشوف جوه اللارنكس، يعني عايزين نشوف اللارنكس نفسها بقى من جوه، هنعمل ايه؟ في طريقه اكزامينشن انك تجيب مرايه وتدخلها جوه بق العيان. فالمرايه دي هتعكس لك الصوره اللي ايه؟ على فكره في مرايه ثانيه كده اهو توريك النيزوفارنكس، توريك الكوينه ورا المناخير. في مرايه بتحطها وتشوف الصوره بتاعه اللارنكس. هتبان لك، هيبان الصوره كده اهو زي دي. المفروض يعني لو انت بتعرف تشوف كويس هتبان لك الصوره زي دي كده. انت هنا شايف الصوره دايركت ولا من خلال المرايه؟ فبنسمي ده بنسميه الاندايركت لارنجوسكوبي. اندايركت انت شايفها من خلال ايه؟ المرايه. طب باصص كده وشايف الصوره. تفتح بق العيان وتحط المرايه، بتسخنها الاول عشان بخار الميه ما يتكسفش عليها، ما دي مرايه، فالعين اول ما يعمل كده هياخد نفس هتغبش. طبعا دي محتاجه حرفنه شويه. يعني دي النايب بيتعلم يعملها مثلا بعد 6 اشهر 7 اشهر، محتاج حرفنه شويه. مش سهل قوي انك تعرف تمسك لسان العيان وتدخل المرايه وتبص على اللارنكس. طيب افرض ده عيان، انت طفل صغير. طفل صغير، عيل صغير مش هيساعدك. افرض عيان كل ما تحط المرايه طب ورجع فيك بقى وكلام، او مش عايز، او واحده فيري اريتيتنج، ممكن تحط باش ترش بينجو، لكن خلاص بقى. فاخترعوا اختراع اللي احنا بنشوف بيه الحالات في العياده، ده اسمه الفليكسبل، انك بتدخل حاجه من مناخير العيان فيها كاميرا بتبص بيها اهو زي ده كده. هو دي مثال فيديو لعيان ده في موسيقى حلوه اهو، ده احنا مدخلين منظار ادي اللي بيبلوك صوت. استنى حتى انا عايز اوريكم حاجه. بصوا احنا هنا ناحيتنا احنا قدام، ما هو ده التاند اهو وده الابيجلوكس. شايفين الفولد ده؟ ده اسمه الجلوسو ابيجلوتيك فولد. في واحد هنا اهو، وادي واحد اهو، وواحد الناحيه الثانيه، يبقى في ثلاثه ميديان واثنين لاترال، بينهم في حفره دي اسمها الفاليكولا. الفاليكولا يبقى احنا عندنا رابع فولد اللي احنا قلناه بسرعه ده، قلت بسرعه ليه؟ عشان اقوله لكم على الصوره. ده ميوكوزا فولد برضه، ما هو ماسك في اللارنكس. او ده اسمه ميديان جلوسو ابيجلوبتيك، وده اسمه لاترال جلوسو ابيجلوبتيك، وفي واحد تاني هنا اهو اسمه لاترال جلوسو ابيجلوبتيك. فبقى ان في واحد ميديان واثنين لاترال، يبقى في عملوا كام حفره؟ اثنين. يبقى دي اسمها الرايت فاليكولار، دي اسمها الليفت فاليكولار. الحفره بقى دي اسمها الفاليكولار، الحته اللي في النص. طيب ندخل بقى على اللارنكس. شايفين باينه الفاليكولار اهي؟ الحفره دي
حلو فعلا. انا كنت عايزينك الحتة اللي قبليها شوية. خلاص ده سريع قوي. طبعا ده بيبي فبيعملوا له فليكسبل يعني بيبي مش بيتعامل قوي فبتعصب بسرعه قوي. دي الصوره لف ده الاريتينويد اهو الاثنين اريتينويد وادي الترو كورد وادي الفولس كورد اللي فوقيه وادي الفنتركل ده عنده حاجه اسمها لارينجيال ويب في حاجه بين التو فوكال كورد هنتكلم عليها تمام. انا كنت بس عايز اوريك لو طلعت قدام شويه هتشوف بقى الاريج نوت فوق هنشوفه من الاول تاني بصوا في الفيلم ونشوفوا الاريجنوتيك فولد اللي هو بين الاريجنوتس والاريتينويد اهو ده ده شفتوه؟ اهو ده قدام ادي الاريجنوتس اهو ده واضح جدا وادي الاريتينويد شايف الفولد ده؟ اهو الاريجنوتيك فولد وادي فولد باين جدا اهو ده الفولس وده الترو الابيض وبينهم الاسود ده الفنتركل وادي الاريتينويد وادي الاريتينويد ثانيه وادي الاريتينويد فولد الثاني الناحيه الثانيه وده العيان بياخد بيبس وبيفتح ويقفل اهو يعني ده واحد صحي ده بني ادم صحي ده طفل صغير كمان فواضح انه مستحمل يعني الفليكس ما بيوجعش ولا حاجه. طيب يبقى اذا احنا بنعمل الدايركت لارنجوسكوبي او فليكسبل ده احنا ستيل بنتكلم في اكزامينيشن عشان تشوف كويس. طب وبعدين لو جينا بقى نتكلم على لو احنا افرض احنا بقى مش الفليكسبل ده مش عارفين نعمله او عايزين ناخد بايوبسي يبقى لازم بقى نعمل حاجه اسمها دايركت. ايه الفرق بقى خلي بالك بين الاندايركت والدايركت. انت الدايركت ده بتبلج العيان الصوره دي جت السنه اللي قبل اللي فاتت والطلبه اتلخبطوا فيها صوره عاديه خالص بصوا الصوره دي حاجه زيها يعني مش دي بالظبط. ايه ده ايه البروسيديو ده اسمه دايركت ترينجوسكوبي. عيان متبلج مدخلين ماسوره في بقه واصله لحد فين؟ واصله للارنكس. واحنا مدخلين شايفين الالات شكلها ايه؟ بصوا كده اللي عنده قوه ملاحظه طبعا اللي حضروا معانا العمليات اتهروا الكلام ده. شايفين الالات طويله ازاي؟ عشان تعدي الماسوره دي طبعا ده اسمه تثبيت ده اسمه حاجه للتثبيت عشان ما تفضلش ماسك المنظار بايدك يعني. وندخل جوه ندخل بقى نشوف اللارنكس نقدر بقى نبص ناخد بايوبسي. طيب لو حطينا الميكروسكوب اهو ده نفس العيان هو بنحط الميكروسكوب عشان نشوف فده اسمه يبقى العمليه اللي بيستخدم فيها الميكروسكوب في اللارنكس اسمها مايكرو لارينجو سيرجن وهو ما عنديش انفستيجيشن في اللارنكس غير الاثنين دول يا اما الدايركت يا اما اعمل راديولوجي يعني اي حاجه اي ديزيز هناخده في اللارنكس. الكلام اللي بنقوله ده القواعد اللي قلناها في الاول دي مهمه ليه؟ عشان وانت ماشي هنبقى فاهمين اي اكزامينيشن في اللارنكس في الدنيا اي عيان عنده مشكله هو ايه السيمتومز الاساسيه؟ يا هورسنس يا مشكله في الصوت يا مشكله في النفس يا بين يا سويلنج هم دي الحاجات الاساسيه. طيب عنده حاجه من دول طيب اي عيان هعمل له اكزامينيشن يا اما هبص من بره غالبا مش هلاقي حاجه يا اما اندايركت لو اندايركت او فليكسبل اي انفستيجيشن مفيش غير ما عنديش غيرهم يا اما دايركت يا اما اشعه اكس راي سي تي ام ار اي وات ايفر. فانا ما عنديش غير اثنين انفستيجيشن ما فيش غيرهم عمر هما الدايركت والراديولوجي. طيب يبقى الانفستيجيشن دايركت وراديولوجي. قاعده مهمه قوي قوي قبل ما نبتدي بقى نتكلم في الديزيز والحاجات الكلينيكال الظريفه احنا ايه اهم تو سيمتومز عندنا؟ هورسز والسترايد. طيب قاعده هتفيدك في كل المذاكره الليجن عشان يعمل هورسنس ده توقف على ايه؟ على مكانه. هل هو على الفوكال كورد
او الفوكال فولد يعني الكلمه الاصح ولا لا؟ اي حاجه على الفوكال فولد هتعمل ايه؟ فرصه. اي حاجه مش على الفوكال فولد مش هتعمل. طيب الليجر عشان يعمل استرايد ويسد نفس العين ده يتوقف على ايه؟ على الحجم. مش مهم بكام. اي كلكيعه كبيره هتسد اللانكس. اي كلكيعه صغيره مش هتسد اللانكس. فاي ليجن صغير خلي بالك الكلام ده مهم قوي. ليه؟ جالهم السنه اللي فاتت في اخر السنه حاله او اخر راوند حاجه كده. عيان عنده كانسر لارنكس هو بيقول له العيان ده عنده هورسنس والهورسنس ده قعد شهرين ثلاثه وبعدين ابتدى العيان يشتكي من استرايدو. فهم بقى عندهم يعني في مخ الطلبه ايه؟ ان هورسنس يبقى تيومر جلوتك. استرايدور يبقى تيومر سب جلوتك. لا مين قال كده؟ هما هي غالبا مكتوب عندكم كده فانتوا اتلخبطتوا. ما هو اي حاجه في الدنيا جت على الكورد هتعمل هورسنس. طب قعدت تكبر 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 هتعمل استرايدور طبعا يعني. فلازم تفهم البرنسبل. الليجن ان ليجن افكت البيتنسي هيعمل استرايد. ان ليجن افكت الكورد هيعمل هورسنس. تمام؟ النهارده عشان يعني ايه بدايه كده هناخد بس الكونجنيتال. هما ظراف عباره عن افلام وحاجات ظريفه. المره الجايه هناخد الدراماتيك والانفلاماتري وحاجه من المثاليه. بس المره اللي بعديها هناخد النيوبلاستيك والتراكتوستوم عشان احنا عندنا ثلاث مرات قبل الراوند. هنخلص اللانس على الاقل. يبقى انا خلصنا اللانس في يوم السبت بعد الظهر والنص الصبح وبتاخدوا الايه مع دكتور مصعد. يبقى احنا يعني لحد ما مخلصين المنهج كله. طيب كونجنيتال ديزيز. الكونجنيتال ديزيز شباب ايه اهميتها؟ اول حاجه بتيجي في امتحان دي بالنسبه لكم طبعا. تاني حاجه انها كومن في الدنيا. هوريك صور وافلام كتيره يا شباب. تالت حاجه ان في قواعد هناخدها هتمشي على كل لارس. طيب اول ديزيز عندنا الكونجنتال اسمه كونجنتال ويفلين. خلي بالك كل المنهج الكونجنتال هو نفس القاعده. ازاي؟ اي تيوب في الجسم كان اصلها سوليد وحصل لها كانالايزيشن. فلو ما حصلش كانالايزيشن للاكسترنال كانال هيبقى عندي كونجنتال ميتال اتريزي. لو ما حصلش كانالايزيشن للنوز هيبقى عندي كونجنتال كوينال اتريزي. لو ما حصلش للديودينم هيبقى عندي كونجنتال ديودينال اتريزي. لو ما حصلش لللارينكس هيبقى عندي لارينجال ويب. يبقى اذا الايتيولوجي طبعا الناس اللي هم يحضروا معانا النوز عارفين ان احنا الديزيز بنشرحها دايما في 10 ايتمز. ديفينيشن ايتيولوجي incidence اللي هم مكتوبين بولد وايتاليك دول واندرلاين. incidence باثولوجي سيمبتوم ديزاين انفستيجيشن تريتمنت ديفرنشال دايجنوستيك كومبليكيشنز. طيب يبقى اذا كل الكونجنيتال اللي عندنا في المنهج بالنسبه لنا هو عباره عن اتريزيا. يا اما اتريزيا في الكنال يا اما اتريزيا في المناخير في النوز يا اما اتريزيا في اللانس. وهناخد في الاسوفاجس برضه. وكلهم نتيجه انكمبليت كادرايزيشن. تمام؟ طيب. يبقى ده الديفينيشن والايتيولوجي. الباثولوجي ان هو ممكن يبقى جلوتك وممكن يبقى سوبرا جلوتك وممكن يبقى سب جلوتك. ايه الكلام ده؟ ما احنا ما قلناهوش قبل كده. بنقسم اللانس عشان الوصف وعشان لما نيجي نوصف التيومر يا شباب. هو المفروض ايه احلى حاجه في المحاضره بتاعت الدعم الاكاديمي؟ المفروض انك حاضر بمزاجك. فاللي عايز يمشي يمشي، ما تطلعوش تتكلم. يعني المفروض انا ببقى سعيد جدا. ليه؟ عشان انا متاكد. انا حتى بدي في المحاضره عاديه لما كان في غياب كنت بقول لهم انا مش هاخد الغياب، ولما كان في شوك اكزام كنت بقول لهم النهارده ما فيش شوك اكزام. اللي عايز يمشي يمشي. لا ما تقعدش غصب عنك، بس خلاص طالما انت قاعد خلاص ما تتكلمش بقى. عايز تتكلم اطلع اتكلم وتعالى. وعشان نخلص وعايز يتفرج على الماتش ولا عايز يعمل حاجه في حياته يعني. مستر الدوري الانجليزي خلاص ماشي. ما فيش حاجه كويسه بكره ماتشات المهم. ماشي. ف
لما تيجي توصف لازم نتفق لما يكون عندي ليجن، يعني لما يكون عندي ليجن في اللارنكس، احنا بنهتم قوي في اللارنكس بالتيومر، في الاير ما بنجيبش سيره التيومر قوي، في النوز والساينس بنجيب سيرتها لكن يعني مش ما بناخدش، لكن في اللارنكس مهم قوي، فلازم ابقى عارف التيومر ده فين في اللارنكس. فاتفق على ايه؟ ان الكورد ده المسافه اللي بينهم دي اسمها البلوت. طب اللي بينهم قد ايه يعني؟ يعني هنا اهو بلوتك ولا لا؟ طب وهنا تبقى بلوتك ولا لا؟ طب وهنا تبقى بلوتك ولا لا؟ فلازم نتفق على لا ما اعرفش اتفقنا على كده، اتفقنا على ايه بقى؟ ان احنا هناخد البنتكل ده البلوت بتاعه وناخد خطه بالعرض كده، وهناخد سنتي تحت الايدج بتاع البوكال كورد كده اهو، يبقى المسافه بين ده وده اسمها بلوت. يبقى اي حاجه بين الخط ده والخط ده اسمها بلوت. واحد بقاله مثلا 10 دقايق واقف عشان يمشي من غير ما ابص عليه، طب ما تمشي ولا بص؟ عادي اللي عايز يمشي يمشي. مش كده خالص. ده فلور اوف ذا بنتكل ونص سنتي او سنتي تحت الكون اللي بينهم اسمه بلوت. طيب يبقى اللي فوقيهم طب تبقى بلوتك لحد فين؟ لحد اخر ايه بلوتس؟ يبقى كده خلاص مفيش لابس. لحد اخر ايه بلوتس؟ طيب يبقى لحد اخر ايه بلوتس من هنا لهنا ده اسمه سوبر بلوت. طيب من اللي تحت ده يبقى اسمه سب بلوت. طب لحد فين؟ لحد اخر الكريكويد. ما هو بعد كده ما بقتش لابس، بقت ايه؟ تراكيب. فالحته دي كده الكريكويد اخرها هنا، من هنا لهنا ده السب بلوت، بعد كده بقى خلاص تراكيب. يبقى الحته دي اسمها سب بلوتك، الحته دي اسمها بلوتك، الحته دي اسمها سوبر بلوت. الويب دايما يجي جلوت ده الكومن، لكن انا هوريكم حاله جلوت وسب جلوت. قاعده في كل الكونجنتال ان الكلينيكال بيكتشر اول حاجه تقولها في الكلينيكال بيكتشر واول حاجه تقولها في التريتمنت كلمه كده الديبندنس. يعني ايه؟ لان الكونجنتال دي يعني العيان اللي عنده كونجنتال ميتال اتريزيا هقول لك ايه علاجه؟ هتقول لي الديبندنس. لو ناحيه واحده سيبه في حاله ما تعملوش حاجه ولا بنعمل له حاجه، لكن لو ناحيتين لا مهم نعمل له ناحيه وركب له سماعه. طب لو كوينا الاتريزيا لو ناحيتين ده ممكن يموت، بلا ده بسرعه اعمل له ناحيه وافتح له بقه. طب لو ناحيه واحده ولا حاجه نسيبه في حاله. يبقى اذا الديجري هنا تفرق معايا جدا. نفس الكلام العيان ده الديجري تفرق معايا جدا جدا جدا. هو سمول ويف صغير كده هاني، فالعيان ما بيشتكيش او عنده شويه هورس كراي. هنا ما فيش هورس، ده بيتكلمش هو بيعيط، فهورس كراي وشويه مايلد سترايب، يعني ممكن الصوت شويه كده يبقى في صوت شويه، او لارج ويب هيبقى هورس كراي وايفيدنس بتاع الصدر واضح، او البيرفورد ده هيموت. وناس كتيرة قوي من الاطفال ما كانت بتتولد ميته خلاص، هما كانوا زمان اللي بيتولد ميت خلاص يعني البقاء لله وخلاص. لا دلوقتي ابتدينا نفهم ليه ده بيتولد ميت. ده ممكن يكون كونجنتال كوينا لاتريزا بايلاترال وما تلحقش امبيرفورت وما تلحقش خلاص، ده هيتولد من زرقه خلاص، ما فيش كراي بقى، ما فيش تحال، ما فيش حاجه، ما مقفول تماما. ده طبعا ما فيش اكزامينيشن من بره هشوف ايه ولا هعمل له براحه. بص بالفلكسبل على طول هلاقي ويب خلاص زي الفيلم اللي شفناه اهو. ما هو ده تاني شوفوا بقى بعد ما عرفنا يعني نفس الكلام. هنشوف فيلمين كده اهو، واحد تاني اهو ده وعين غيره. ده المنظار بس بالنضاره كده الاول داخلين اهو اهو تاني اهو. ده العكس بقى، ده قدام وده ورا. ده ويب اكبر شايفين؟ شايفين يعني تقريبا ما فيش حته بتنفس منه. ادي الابيدروبتس وادي الاريتينويد وادي الاريتينويد فولد الناحيه دي وادي الاريتينويد فولد الناحيه دي والاريتينويد وادي الترو الفولس وادي الترو. وشايفين هنا ما فيش حته فوق، ما فيش حته. هي الحته شايفين الحته السوداء اللي في الاخر دي؟ ده هي يعني سليت لايت.
ازاي؟ ما هو ده مش يعني ما هو لازم اعرف ده ايه. دلوقتي لو العيان مخنوق، العيان ده لو هو مخنوق لدرجه ان هو هيموت هنتكلم في المنهج، لو هيموت عملت تراكيوستومي من الاول تمام؟ ده لو عرفت يبقى اذا احنا فهمنا العيان عنده ايه. طيب خلي بالك العلاج بتاع الويب هو تقريبا، خلي بالك انا هقول لك كل المانجمنت اللي هاخده كل ده، البرنسبل واحد، عيان عنده ليجن مايلد مش خطر سيبه في حاله، عيان عنده ليجن صغير مش خطر، عنده سمول ويب سيبه في حاله، ما ده مش خطر، ما تجيش تقول سمول كانسر، لكن سمول ويب راي لا حاجه صغيره سيبه في حاله. عيان عنده ليجن كبير مخنوق عيشه الاول، ما تعالجش الليجن، افتح له فتحه تحت الحته المقفوله ودي اسمها تراكيوستومي، وهنشوفها طبعا وهنشوف الفيلم ليها كامل ازاي بنعمل تراكيوستومي بلوكال وغيرولوجي وجنرال وكل حاجه. فانت التو اكستريمز ان هو العيان لو مايلد ونوصل تسيبه في حاله، لو سيفير اعمله تراكيوستومي، لو مزرق ومتمجل على عينه خلاص تمام. طبعا لو مش هتلحق، لو البيرفورد بقى الامبيرفورد ده اللي هو خلاص اللي هو بيموت، انت ما عندكش وقت تعمل تراكيوستومي، فده بقى لو انت شكيت بندخل بحاجه على طول نروح خارمين الفويد بتاع ده، حاجه اسمها برونكوسكوب، حاجه طويله كده زي منظار حديد كده بندخل بيه مره واحده نروح خارمين الفويد ده بسرعه. ده طبعا انا ما اعتقدش ان حد ليه هيعملها في الدنيا يعني، بس ده نظريا لو لحقت يعني. لو انت بقى شاكك، او ساعات في ناس بيبقى عامله بقى عاملين حاجات 3 دي عارفين من قبل ما يطلع ان هو يبقى عنده كده تمام، وعندك بقى البرونكوسكوب موجود معاك، البرونكوسكوب ده مش افيلبل في العمليات كلها. طيب اللي هو نص نص بقى، اللي هو الليجن اللي هو كل عمليات اللي في الرابس، اي حاجه في الرابس بتشيلها ازاي؟ حاجه من الاثنين، يا تفتح من بره اسمها لارينجو فيشر، فتحت اللارينجو تروح فاتح الصوره كده تفتحها زي الكتاب وتعمل اللي انت عايزه، تدخل من جوه. طيب دخلت من جوه يبقى تفتح من بره اسمها لارينجو فيشر، ده في حاله الويب، لو الويب سيك قوي هوريك حاله دلوقتي، او من جوه اسمها المايكرو ريندو سيرجن. طيب دخلت بالمايكرو ريندو سيرجن، دخلت هتدخل من جوه، طب انت حط المنظار كده اهو وشايف الليجن اهو قصادك، هتعمله بايه؟ هل هتشتغل بالات ولا هتعمله بليزر؟ وات ايفر، في ليجن في حاجات بنستخدم الكولد انسترومنت، كلمه الكولد انسترومنت يعني الالات العاديه بتاعتنا اللي هي المقص والجفت والكلام ده، او ليجن تاني يحتاج ليزر. يعني هوريك حالات كنا بنعملها، دي عيانه كنا بنعملها من شهرين تبقى في العمليات عندنا، اهي دي عيانه عندها لارينجال ويب، ده المنظر بالمنظار، عدت انبوبه بس ما فيش اي سبيس تاني خلاص، هي معديه انبوبه ثلاثه اصغر انبوبه بينك، وما فيش يعني الويب واخد الجلوبتك واخد سوبرا جلوبتك. طبعا ده فيلم مثلا ساعه، فعايزين نشوف يعني عايزين يعني نختصر كده نشوف احنا هلا انا اقول احنا بقى بنعمل ايه؟ شيلنا التيوب عشان نشوف. هتقول لي طب بنبنج ازاي؟ لا بنشيل التيوب ونحطها كل شويه يعني في طريقه. هنشوف دلوقتي ايه؟ في حته بعد ما شيلنا التيوب عايز اجيب لك صوره حلوه بس انا فاكر في حته كانت حلوه باينه. اهي احنا كده شلنا التيوب هنا، مفيش تيوب خلاص، والاحمر ده الليزر، احنا بنضلم النور شويه عشان نشوف الليزر وبعدين ننور النور تاني. هنبتدي بقى نحاول ان احنا ايه نشيل الويب ده بالليزر، هتنور الدنيا شويه بس. اهو ده البيم بتاع الليزر، نبتدي بقى ننور شويه ونشوف ونضرب.
باينه يعني مش حلوه الحقيقه. ابقى اجيب لكم المره الجايه فيلم تاني عندي احسن. المهم تفهم البرنسبل. العيانه دي بالذات بالمناسبه بقى جربنا نعملها بالليزر، الويب كان سيك جدا. احنا بنعمله بالليزر بيفشل، بنعمله بالليزر بيفشل لحد في الاخر طبيعي كلها هينجو فشل. فتحنا وطلعنا ونظفنا وعملنا يعني لانه ما كانش ينفع بالليزر. ما ينفعش انه سيك جدا. فلما يكون سيك لا ممكن ما ينفعش. طبعا اللي احنا شفناهم الافلام اللي شفناها قبل كده ده ويب شكله لما تلفقه كده بالليزر هيتفتح. كان مش كل الحاجات زي بعضها. ها. لا ما احنا بنحاول دايما ما نعملش تراكتوستومي في الاطفال طبعا. لان التراكتوستومي في الاطفال يعني انت خلي بالك تخيلي لو عيانه دي قريبتك بنت اختك او بنت اخوكي هتبقى مبسوطه لو معايا تطلع بخرطوم بفتحه هنا كده مش حاجه ظريفه طبعا. ماشي ما احنا حاطين ما احنا بنحط في انبوبه تقدر تشتغل بالليزر جنبيها ما فيش مشكله. احنا بنحاول دايما ما نعملش غير لو اضطرينا. ما دي اضطرينا نعملها عملها تراكتوستومي بعد كده. بس لو عرفنا ان في حالات ثانيه عرفنا نشتغل وما عملناش تراكتوستومي. فطبعا التراكتوستومي دي مش قرار ظريف وسهل. وفي الاطفال بالذات ممكن الطفل يتعود عليها تفضل بيها يفضل بيها طول عمره ما تعرفش تشيل. في عيان ثاني بصوا البيبي ده لا اسمعه الصبح تمام الصوت؟ لا سيبك من العياط اسمع صوت النفس. ما صوتك بتسمعه. اللي هو لارنجو ماليش اللي هو تلاقي لارنس من جوه شكلها عامله كده. ايه لارنجو ماليش ده؟ كلمه لارنس لارنجو يعني لارنس ماليش يعني ايه؟ يعني ويكنس. طب هو دي معناها ويكنس في اللارنس. هو اللارنس دي عباره عن كارتريج وميوكس ميمبرين. طب لما نقول ويكنس مقصود بيها الويكنس في الميوكس ميمبرين والكارتريج؟ كارتريج الميوكس ميمبرين اكيد ويك. فهي لارينجو ماليشيا باي ديفينيشن هي ويكنس اوف ذا لارينجال كارتج. سترايدر ديو تو ويك فلاسيد لارينج او ويك فلاسيد كارتج. الكارتج سوفت فبيحصل ايه؟ انت لما تيجي تشرب مش من دي يعني لما تيجي تشرب بشاليمو في كنز مش هيحصل حاجه. لكن لما تيجي تشرب تحط شاليمو في علبه كرتون هتتطبق. صح وانت بتشرب تمام؟ انا بشرب عشان افتكرت بس. ليه؟ عشان وانت بتشفط بيحصل نيجاتيف بريشر. لو العلبه جامده مش هتطبق. لكن لو العلبه طريه هتكولابس. نفس الكلام. ديورنج انسبيريشن اللي هو بيتشفط من تحت فبيعدي في اللانكس. لو اللانكس فبيحصل نيجاتيف بريشر. لو اللانكس دي الكارتج كويس هيعدي عادي لكن لو الكارتج مش كويس هيكولابس. كل واحد كل نيجاتيف بريشر يروح شافط الكارتج معاه. تمام؟ فيحصل فلما تيجي تبص على اللارنس تلاقي اللارنس كده كولابس مقفوله على بعضيها اللي بيجلطس مشطوط لجوه انت شايفين ده اللي بيجلطس لافف والقليل بيجلطس في فوق قصير قوي تحس ان اللارنس نفسها دي. فده المنظر بالسبيل دي على فكره بتيجي صوره كتير قوي في القطب اللي هي الصوره اللي عليها رسومات. المنظر ده منظر بتاع لارنجو ماليشيا اسمها اوميجا شيب. شايفين شكلها ايه؟ اوميجا حرف الاوميجا. يبقى عندنا اللي بجلوتس اوميجا شيب وشورت قريب الروتك فولد
وتجيب سوبر جلوت تحسن اللابس يعني زي الماسوره كده. طيب خلي بالك يبقى العيان ده لما بيجي يشفط اللابس بتكون لابس يبقى عنده سترايدو. خلي بالك هنا لما تقول نو هورسنس دي عليها درجه. خلي بالك لما تقول نو هورسنس ليه نو هورسنس؟ مش مشكله في الكورد انت مالك ومال الفوكال فود ده المشكله صوب لك. يبقى اذا العيان ده عنده انسبيرات سترايدو. طيب ليه بيزيد انسوباين ويتحسن امبرون ويقل امبرون بوزيشن؟ سوباين يعني على ظهره وبرون على بطنه. عشان اللي بيجلوتس عليا كده عامله كده لما ينام على ظهره الجلوتس ترجع لورا تقفل لما على بطنه تبعد عن ايه؟ عن اللاتس. عشان كده السترايدر ده بينكريز انسوباين ويديكريز امبرون بوزيشن ونو هورس كراي. الساينز خلاص هي الباثولوجي التريتمنت خلاص بقى احنا حفظنا حاجه مايلد ما فيهاش مشكله بسيبه في حاله اديله كالسيوم وفيتامين دي والكلام ده عشان يقوي الكارتج يعني. طبعا رير قوي قوي لو العيان ده مخنوق تعمله تراكيستومي ده طبعا فيري رير انه بيتخنق. يعني انا في حياتي عمري ما احتجت اعمل اي حاجه لعيان لارنجو ماليشيا ده بيخف لوحده او انتيوبيشن. خلي بالك ايه انتيوبيشن دي؟ الناس اللي حضروا العمليات اي عيان في الدنيا بيتبنج بيتبنج ازاي؟ انت لو عملت عمليه انت اخر حاجه بتفتكرها الحقن لكن مش ده البنج. البنج عباره عن انبوب التخدير حاجه اسمها اندوتراكيتيو بتدخل من البق لحد اللاركس بيدخل معاها غاز التخدير والاكسجين اللي هو مثلا الفلوسين او المايتراس وات ايفر او السيفوفلورين معاها الاكسجين. فانت تقدر لو في ليجن والنفس مش كويس تقدر تعدي انبوبه فالهواء يعدي كويس. بس طبعا خلي بالك لو المشكله حاجه ماس افكت قافله فمش هتعدي انبوبه. فاهمين؟ يعني العيان اللي عنده لارنجيال ويب والويب عامل كده اهو فده مش هيعدي انبوبه. فده لو هعمل له حاجه لازم اعمل له ايه؟ لكن لارنجو ماليشيا اللارنكس بتتصفط لكن تقدر تعدي الانبوبه ما هي واسعه. زي ايه؟ زي الباراليسيس. العيان لسه امبارح دكتور تخدير اللي بيشتغل معايا كان بيشتغل مع دكتور جراحه عمل عمليه ثايرويد وده على فكره حاله جت برده السنه اللي فاتت وطلعوا يعيطوا منها. عيان عملت عمليه ثايرويد وهي بتصحى لقوها مخنوقه. ضرب الريكارنت الناحيتين هنتكلم في الكلام ده فحصل فوكال كورد باراليسيس ان ادكشن. فالفوكال كورد بقى بارالايز ان ادكشن. العيانه دي تقدر بسهوله تعملها انتيوبيشن. هم الفوكال كورد بارالايز لكن لو وسعتهم كده بالانبوبه هيوسعوا. مش في حاجه سد قافله يعني لو في تيومر واقف هنا مش هتعرف. لكن دي ما فيهاش مشكله الباراليسيس دول هم مش لازقين يعني. ففي حاجات تقدر تعمل فيها انتيوبيشن احسن ما تعمل تراكيوستومي. طبعا بس لو تقدر ما هو مثلا العيان ده لو مزرق هنعمل له انتيوبيشن ونحاول بقى نديله ستيرويد ونديله انتي بايوتيك وبتاع لحد ما الدنيا تريزولف شويه ونقدر نشيل الانبوبه. العيانه مثلا بايلاترال كورد باراليسيس دي نقدر نعملها انتيوبيشن وبعد كده ندخلها نعمل لها حاجه بالليزر نشيل الانبوبه. طبعا الانتيوبيشن اعلى معاك ما يقدرش مش للابد يعني بس نقدر نعدي بيه الامرجنت. وطبعا لازم العيان انتيوبيتد ده لو كبير ما ينفعش تخليه بالتيوبه كده هو صاحي لازم تخليه تديله سيديشن وتخليه في الاي سي يو. فمش حاجه برضه ظريفه قوي بس يعني احسن. هناخد مثلا في اللارنجايتس لو عيان طفل صغير عنده لارنجايتس واتخنق لو تتزنق لا اعمل له انتيوبيشن ما تعملوش تراكيوستو. لو احتجت تعمل حاجه زي ما اتفقنا من جوه بنعمل حاجه بالليزر بنقطع الفولد دي اللي ماسكه الاريتينويد بطبقها عشان الاريتينويد تتفرد شويه. ما بنعملهاش وعمرنا بنعملها. الاهميه بقى بتاعت اللارنجال ويب لارنجو ماليش. اول حاجه لارنجو ماليش دي ريكومن. تاني حاجه بيجي لك سؤال كتير قوي بقى طفل صغير عنده سترايد بيجي سؤال فيري كومن. هو السؤال الكومن بيجي كومن ان عنده سترايد ليه؟ مره يطلع اكيوت لارنجايتس مره يطلع فورم بودي مره يطلع لارنجو ماليشيا
لكن في كل الاحوال بيقول لك قول لي ايه الديفرنشال دايجنوز. ففي كل الاحوال لازم تبقى عارف ايه الحاجات الديفرنشال دايجنوز بتاعه الاسترايدر في طفل صغير. اهمهم الحاجات الكونجنت. الكونجنتال ويج والرينجو ماليشيا بيجوا صوره وبيجوا ان سكيو كتير. الحقيقه ما جاش قبل كده رينجال ويب او رينجو ماليشيا ككيس يعني. تمام تمام. لكن ممكن تيجي صوره، ممكن تيجي ام اس كيو، وبتيجي في الديفرنشال دايجنوزس. فلازم تبقى عارف بقيه الاسماء. الباقي الاسماء اللي في حاجه اسمها كونجنتال سب جلوبتيك ستينوز، في حاجه اسمها سب جلوبتيك هيمانجيوما اسمها بس، في حاجه اسمها فوكال كورد بلاسيس كونجنتال اساميهم، في حاجه اسمها كونجنتال سيست اي سيست في اللاركس. انت بس تبقى عارف اساميهم عشان لما تكتب ديفرنشال دايجنوزس لاي حاجه كونجنتال لاي حاجه سترايدر في الاطفال تبقى تكتب ان ده الديفرنشال دايجنوزس بتاعها هي كونجنتال كذا ويب لارينجو ماليشيا كونجنتال سب جلوبتيك ستينوزس كونجنتال هيمانجيوما كونجنتال رينجال سيست او كونجنتال فوكال كورد بلاسيس. كفايه ولا نكمل؟ طيب بس احنا هو كفايه عشان احنا دايما انا عايز اخلص واحده ونص. النهارده احنا اتجهنا متاخر، المره الجايه ان شاء الله 11 12 عشان نلحق نخلص الدايركس في المرتين الجايين، يبقى عملنا حاجه يعني ما نبقاش نزلنا على الفاضي. بالمناسبه يا جماعه لسه حاجه بسيطه، الناس بس الكلام ده موجود في الويب سايت بتاعي فري، فاللي عايز اي حاجه من الحاجات دي موجوده في الويب سايت فري.